إن شاء الله سوف تحصلون على أقوى. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم إخواني الكرام في مقطع جديد خاص بثغرة الحصول على لاعب إيبيك. من هذه الثغرة حصلت على يعني الحارس ديدا في حسابين إخواني الكرام، وسوف نجرب في هذا الحساب وسوف نرى هل سوف نحصل على ديدا أم لا. أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند كوكي ثم كوريا كذلك عند غريليتش، بعدها سوف نقوم بالهبوط إلى آخر لاعب والدخول عنده مرة واحدة، ثم عند أول لاعب ودي بيرو ثلاث مرات دون الإطلاع على إحصائيته، ثم لويس فيغو مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم ثلاث مرات عند ديدا دون الإطلاع على إحصائيته هكذا، ثم بالنسبة لبيتيت مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم الخطوة التالية الدخول عند كول مرتين دون الإطلاع على إحصائيته إخوان. بعد مباشرة سوف نقوم بالخروج واللف باللفة المجانية. بسم الله سوف نرى حظوظنا، إن شاء الله سوف تحصلون على أقوى لاعبي هذا الباكج إن شاء الله إلى الدوري الإيطالي. وديدي إن شاء الله أو ديدا يعني أقوى لاعبي هذا الباكج ديدا. أوكي إخواني الكرام، يعني يعتبر من أقوى الحراس داخل اللعبة. لهذا حصلنا على ديدا يا إخواني الكرام.